اهلا وسهلا بكم. طبعا رصدت وزارة العدل مجموعة من المغردين مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أساءوا القضاء وصفوه بالداعشي، وبينت مصادر صحفية أن الوزارة تعمل على رصد الإساءات التي طالت القضاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يستلزمها نظام القضاء لضمان عدم التأثير على القضاء واستقلاله. للحديث حول هذا الموضوع وعن هذا الموضوع انضم معي في الاستوديو الكاتب الصحفي صالح المسلم. اهلا وسهلا بك. حياك الله استاذ علي. شكرا لحضورك معنا. وايضا ينضم لنا من استديوهات المجده المحامي والمستشار القانوني الاستاذ سلطان بن زاحم. مساء الخير استاذ سلطان، شكرا لحضورك معنا. اهلا وسهلا ابو سعد. راح ابدا معك يعني مع اساس الناحيه القانونيه استاذ سلطان، يعني ما مدى اول شيء صحه هذا الاجراء، وان صح وان هل هو قانوني، هل هو منطقي؟ نعم طبعا هو قانوني ومنطقي. وزارة العدل هي المعنية بحماية سمعة القضاء في الدولة، وإن كان يتطرق لكل من له علاقة في الجانب الدولي كوزير الخارجية مثل عادل الجبير مؤخرا رد جميل عن دفاعا، أي أنا ما أسميه دفاعا، أنا أسميه إيضاحا بما هو عليه القضاء السعودي أو إن صح التعبير المدرسة القضائية أو القضاء الإسلامي. ثم عندنا انتشر قبل الأيام اللي هي لقاء سفيرنا أو مندوبنا في نيويورك المعلمي، وحاولوا أو حاولت المعلقة أشبه بمضايقته أو اللمز في القضاء السعودي، وكان رده جدا جميل. وأيضا ما يتعرض له زميلنا أو حبيبنا فيصل طراد مندوبنا في جنيف، وإن كان رده ما هو الرد الذي يليق بالسعودية، ودي كان يكون رده أفضل. لا بس خليني أقول لك شغلة، لحظة، عادل الجبير تصريح جميل والمعلمي تصريح جميل وفيصل طراد مثلا غير جميل، أوكي، هل القضاء جميل؟ يعني عندنا موضوع أشرف فياض اللي قاعد يصير، هل عندنا شيء نقدر ندافع فيه على العالم؟ قضايا تحكم فيها أحيانا بقوة وقضايا أعمق تحكم فيها بهدوء، يعني ما تشوف أنه المسألة ما يعني من حق العالم أنه ينتقدنا؟ نعم أنا بقول لك مسألة. أولا القضاء إن كان السعودي أو الإسلامي هو منتقد من قديم. أنا أذكر الجد الله يغفر له عبد الله بن زاحم كان من ضمن مؤسس القضاء في عهد الملك عبد العزيز، وكان من ذيك السنوات هم ينتقدون مسائل القطع والقتل، هذه مسألة. ولا ننسى ما قوم به وزير العدل السابق محمد العيسى، فكان حقيقة مندوب ومدافع عن القضاء الإسلامي وليس السعودي بوجه الخصوص في عدة سفرياته في دول العالم، واللي أنا كنت مرافق معه كانت يعني مشاكسة أو مناظرة شرسة في البرلمان الأوروبي. ففلسفة محمد العيسى ما زالت موجودة، وأما الانتقاد للقضاء فهو نفسه حرفيا يتكرر دائما. أما من ناحية المسألة الداعشية أو ما يسمونها دعشنة، أنا إلى الآن لم أفهم ما وش يقصدون بالدعشنة. هل ما يقصدونه يعني العقوبات بالقتل؟ وينهم عن انتقاد أمريكا؟ أمريكا يا سيدي 19 ولاية تؤيد عقوبة القتل، هذه فقط أمريكا. الصين وما أدراك ما الصين بقوتها وعتادها تؤيد. يا أستاذ سلطان خلونا من أمريكا والصين، خلونا في أنفسنا. الله يخليك، خلونا في أنفسنا. كل ما جينا رحنا نطينا على أمريكا، خلنا نعتبر أنها ما هي موجودة أمريكا. أنا أتكلم اليوم في وضعنا القائم حاليا. دعشنا أنت مثلا من المتابعين القضية يعني بدوي رايف، والحين في قضية فياض وفي قضايا ثانية، نعم حتى في نعم، وفي شيء مجالسة الشيعة برضو في حكم ظهر طلعوا على واحد، هذه كلها كل الأجواء، هل معناه أنه إحنا القضاء حقنا كويس، أو أنه في بعض القضاة يسيئون القضاء دون أن يشعروا مثلا بحكم أنه ما في تقنين واضح؟ أنا أقول لك على هذه الفلسفة. طبعا التقنين الذي يعنى فيه هو التقنين الإجرائي،
وإن كان لك تحفظ على مسائل الموضوعية في مسألة إجرائية وموضوعية. أما من ناحية القضاء الموضوعي فهو قوي جدا. أما من ناحية القتل فهو ثلاث قضاة ابتدائي، ثم خمسة في الاستئناف، ثم سبعة في المحكمة العليا، وهو يسمى الضمانات الكاملة. ولا يعني، وأنت أعلم مني بذلك، يمكن الكثير من الأحكام الابتدائية تنقض في الاستئناف، ومنهم من يؤيد في الاستئناف وينقض في العليا، هذا في جانب القتل طبعا. طيب نعم، راح ارجع لك بعد شوي استاذ سلطان. لكن استاذ صالح، يعني اول شيء كيف تعلق على خبر التوجه بانه رصد الناس اللي تنتقد ومعاقبتهم، وفي نفس الوقت الاحداث الاخيره القضائيه اللي العالم ربما بسببها ينتقدنا، كيف تعلق عليها؟ كيف تعلق على التعاطي معها اعلاميا؟ كيف تقيم اداء مثلا ردودنا عالميا؟ اولا انت في عالم مفتوح، يعني او سابقا كنا نكون احنا قريه، الان اصبحنا اصغر من القريه الحقيقه. واذا انت بتحجر الناس او الاخرين لا يعلقوا عليك او على 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 ما ما, ما يستلم، فانت في مواقع التواصل الاجتماعي لا تستطيع ان تجعل كل المغردين في العالم يتجهون الى قناه واحده او الى ما تصبو اليه انت، سواء وزاره العدل او غيرها من الوزارات. الإعلام أو الفضاء الإعلامي الإلكتروني الآن يستطيع أي شخص كائن من يكون أن يعلق، أن يغرد، أن يكتب ما يشاء، ولكن لا 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 يتعدى حدود الإساءة الشخصية داخل الإطار. لكن أنت في وزارة العدل على سبيل المثال لا تستطيع أنك أنت تحجب أناس خارج نطاق الحكم القضائي اللي أنت تسيطر عليه. الخارج يغرد سين من الناس في أي دولة كائن ما يكون، لا تستطيع أن تصدر على حكم أو أنك أنت تحجر هذه العقول أو هذه الأفكار. وهذه المفترض منا أحنا كمنظمة أو كدائرة أن احنا نتعامل إعلاميا مع هذه الإساءات بشفافية، بحيث يكون لدينا نوع من الشفافية، خيالي بالطرح، شفافية بالقضاء، واضح تماما، واحد زد واحد سوى اثنين. المؤتمر اللي صار قبل تقريبا فترة هنا في المملكة العربية السعودية، نظمته جامعة الإمام، أقيم في فندق الانتركونتيننتال في الرياض، عن الجرائم الإلكترونية، كان رائع جدا. ولكن لم يصدر، يمكن يكون كالعادة، نظام يخليني أنا أعرف حقوقي وواجباتي، يخلي الآخر يعرف حقوقه وواجباته. إلى الآن المواضيع مبهمة تماما، في اجتهادات قد تكون شخصية. القضاء في المملكة العربية السعودية ولله الحمد هو مستقل، ما في شك ان احنا قضاء مستقل، لكن يعني وزير العدل هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء. في تغييرات صارت في عهد الملك عبد الله لتطوير القضاء وتحديث القضاء وإعادة هيئة القضاء، والان القضاء يسير باتجاهات انا اعتقد انها هي صحيحه، تتجه الى الاتجاه اللي احنا نسعى اليه كاعلاميين او كطرح اعلامي، انه يكون هناك نوع من الشفافيه في 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 طرح القضاء. لكن الى الان اخوي علي في بعض الحقوق والواجبات مبهمه. نعم، الى الان مبهمه حقيقه. نعم، لا استطيع ان اعرف انا مالي وما علي. هذا المغرد اللي القضيه الان اللي شايكها على سبيل المثال، انا اعتقد يعني من وجهه نظري، يمكن المحامي اخبر مني، لكن من وجهه نظري لا يستطيع تمسك له شيء وزاره العدل. غرد وحذف تغريدته، فبالتالي اذا كان الحساب لم يوثق لا تستطيع ان تمسك عليه شيء وزاره العدل. اذا حذف تغريدته ايضا لا تستطيع ان تمسك عليه شيء وزاره العدل. النقطه الاساسيه انه الاحكام في الاسلام هي ثلاثه طبعا، الحدود والى اخره، منها التعزير. هذه القضيه الان احنا اللي في صددها الان، اللي هو الشاعر الفلسطيني في ابها، و يقال انه جلسته في مقهى وكان يدعو الى الالحاد. الرجل انكر كل هذه الاشياء. اذا انا كوزاره عدل او انا كقضاء، لا، هم حاكمين على ديوان كتبه صريح، وعلى ديوان كتب طيب. كتب عليه وحسب الذات لله وما الى اخره. خلينا بس ناخذ بس اخيرا وباختصار استاذ سلطان من الناحيه القانونيه، ابغى تعليقك على تعاطي القضاء مع ملف اشرف فياض، وخلينا نمر برضو على موضوع رايف بدوي. حطي جزئيه معينه، وزارة العدل ليس لها صلاحية في التدخل في القضاء، مجلس القضاء بنفسه، مجلس القضاء الأعلى
لا الوزير ولا مدعي العام ولا رئيس المحكمة العليا ولا الأعضاء لا يستطيعون الدخول في الأحكام القضائية. للأقضاء للأحكام القضائية ليس له سلطة إلا القاضي المباشر لها، فإن كانت قضايا عادية أو قضايا قتل وقطع يتدخل فيها ثلاثة ثم الاستئناف خمسة مثل ما قلنا التدرج. طيب يعني خلينا نروح للقضاء اللي ليس الإنسان له ولاية إلا القاضي. نعم ثم في الرقابة ثم طيب نروح للقضاء اللي حكموا على فياض واللي حكموا على رايف، كيف أداءهم تشوف؟ نعم في مسوق قانوني قانون أكيد أن هذا تسأل فيه مجلس القضاء هذا تسأل فيه المفتش القضائي وأكيد ما عينوه ولا راقبوه. ثاني شيء ثلاثة قضاة ثم يراقبون الحكم خمسة في الاستئناف ثم يراقبون السبعة في العليا، يعني يا رجل وش باقي أكثر من كذا؟ والله باقي أكثر من كذا صدق، تعرف الواحد أحيانا ما يبغى يعلق. طيب تسمح لي بس في جزئية أبو سعد، بس باختصار بس عشان اسمح لي أبو سعد اسمح لي تفضل. في أي في طعور انتشر قبل ستة أشهر ثمان أشهر رجل في أمريكا أعتقد أنه ولاية نيويورك انسجن 23 سنة وطلعه شايب، اتضح اللي سوى الجريمة قام واعترف وصار ينهار في المحكمة 23 سنة حكم ظلما. خلاص علشان أنا يوم أقارن بأمريكا الناس تراها أنها هي الدولة العظمى. لا بس هو لما كثر أمثلة أمريكا كأن المشكلة أمريكا هي مشكلتنا في حياتنا يعني. طيب عموما انا اشكركم، انا وقت انتهى. لا ما هي مشكلتنا لان لا. الناس تقيمنا بامريكا الله يحفظك. شكرا شكرا لكم. لا احنا كنا نبغى نناقش داخليا. شكرا لك استاذ سلطان مزاحم محامي المستشار القانوني، شكرا لك استاذ صالح مسلم الكاتب والصحفي على حضورك معنا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف اخر.